عدد الناجحين في الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2021 يبلغ ما مجموعه 121,031 تلميذا وتلميذة. وأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة تؤكد أن معدل نجاح الممدرسين فاق 68%. دوليا، وزيرة الخارجية الإسبانية تعبر عن استعداد بلادها الاهتمام بمقترحات المغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وتؤكد عزم مدريد على العمل على إعادة الثقة والعلاقة الجيدة مع الرباط. أما في الرياضة، جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني يؤكد أن مشروع الدوري السوبر المثير للجدل لا يزال على قيد الحياة رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا. نشرة أخبارية جديدة من كاب 24 تيفي بطنجة، أهلا بكم. نبدأ النشرة من المغرب، حيث أعلن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة عن إصدار منشور مشترك بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن تفعيل التدابير المتعلقة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. بلغ لرئاسة النيابة العامة أوضح أن هذا المنشور المشترك الموجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يأتي في إطار تحضير الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها المملكة خلال الأشهر المقبلة من هذه السنة. البلاغ أضاف أنه حرصا من السلطات العمومية على توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، تم إحداث لجنة مركزية تتالف من السيد وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، مشيرا إلى أنه تم في نفس الإطار إحداث لجان جهوية وإقليمية على صعيد عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة للسهر على تتبع العمليات الانتخابية المقبلة وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة من خلال الحرص على التصدي لكل ما من شأنه المساس بحرمة الانتخابات ومصداقيتها. بالمغرب دائما، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2021 بلغ ما مجموعه 121,031 تلميذا بنسبة نجاح بلغت أزيد من 68% مقابل أزيد من 63 في نفس الدورة من العام الماضي. أما على صعيد أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، فأعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة أمس الأحد أن نسبة نجاح المترشحين الممدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2021 بلغ أزيد من 68%. تفاصيل أوفى في هذا التقرير مع فاطمة وتغرس. تطور واضح في نسبة النجاح في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا، هذا ما تؤكده الأرقام والمعطيات المتعلقة باختبارات هذه السنة. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في بلاغ أن نسبة النجاح في الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا بلغ 68.43%. وحسب وزارة التربية الوطنية دائما، فإن هؤلاء الناجحين يشملون الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي، وأن الإناث تشكلن 55.54% من مجموع الناجحات والناجحين. وبلغ أعلى معدل عام على المستوى الوطني لهذه الدورة 19.53/20 بمسلك العلوم الفيزيائية بالمديرية الإقليمية بمراكش. وأوضحت الوزارة أيضاً أن نسبة النجاح لدى الممدرسين في قطب الشعب العلمية والتقنية وصلت 66.55% من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه الشعب، بينما بلغت هذه النسبة في قطب الشعب الأدبية والأصيلة 73.29% من مجموع الحاضرين.
وبالنسبة للمسالك الدولية للباكالوريا المغربية فقد بلغت نسبة النجاح 78.35%، فيما بلغت بالنسبة لمسالك الباكالوريا المهنية 59.52% من مجموع الحاضرين في اختبارات هذه المسالك. أما بخصوص المترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، فقد بلغت نسبة النجاح في صفوفهم 67.63%، في حين بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين الأحرار 41.93%. أما على مستوى منطقة الشمال فقد أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن نسبة نجاح المترشحين المتمدرسين في الدورة العادية بلغ 68.22%. وأضافت الأكاديمية الجهوية أن الإناث تشكلن 72.26% من مجموع الناجحين. ألف مبروك إذن لكل الناجحين والناجحات في امتحانات الباكالوريا، ومن لم يسعفها الحظ في الدورة العادية نتمنى له التوفيق في الدورة الاستدراكية. دائما بالمغرب وعن جديد الحالة الوبائية ببلادنا، أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 188 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 299 حالة شفاء وحالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. الوزارة أوضحت في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 أن 9,375,140 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 8,118,841 شخصا. الوزارة أبرزت أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 526,651 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام إلى 513,681 حالة بنسبة تعاف تبلغ أزيد من 97%، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9,138 حالة. في الشأن الدولي وحول جديد الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، عبرت وزيرة الخارجية الإسبانية رانشا غونزاليس عن عزم بلادها العمل على إعادة الثقة والعلاقة الجيدة مع المملكة المغربية، مبرزة استعداد مدريد الاهتمام بمقترحات الرباط فيما يتعلق بالصحراء المغربية، كما أوضحت في ذات الوقت تفهم حكومة بلادها بأهمية ملف الصحراء بالنسبة للمغرب. غونزاليس أضافت في تصريح صحفي أن مدريد لم تكن ترغب في هذه الأزمة الدبلوماسية مع المغرب وأنها تسعى إلى تجاوزها في أقرب وقت ممكن. ومعنا لتحليل هذه التصريحات لوزيرة الخارجية الإسبانية أسامة سعدون، خبير في الهجرة والتنمية، مدير موقع حرة بريس من ألمانيا. دكتور سعدون مساء الخير، هل ترون من خلال هذه التصريحات لوزيرة الخارجية الإسبانية بأن الجارة الشمالية إسبانيا استشعرت حجم خسائر ضياع حليف استراتيجي اسمه المغرب، وهل هو توجه إلى تحول في موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية؟ فعلا تصريح أرانشا غونساليس لايا الأخير ممكن أن يعتبر على أنه نقطة ضوء بسيطة وبسيط من الأمل حول أن إسبانيا غيرت نوعا ما خطابها، خطاب العنيف الأخير الذي كان تزج به وسائل الإعلام الإسبانية ضد المغرب. الآن لايا تقول بأنها مستعدة أن تتكلم حول واقع الصحراء، لكن في نفس الخطاب تبين أن هناك تناقض واضح
في خطابها وفي كلامها لجريدة لافانغوارديا، بحيث تقول على أن إسبانيا ليس لديها ما تقدم للمغرب، وبأنها متشبثة بما تؤكده الأمم المتحدة. في نفس الوقت هي، أنا أعتبرها صراحة على أن هي مناورة أو طريقة من جلب انتباه المغرب لكي يعني إنهاء هذه عملية شد الحبل. ولكن من ناحية أخرى، المغرب ليس مغفلا كي يقع يعني فريسة هذه المناورة، التي أعتبرها مناورة طفولية من حكومة فرانكستانية، الحكومة التي لا تعبأ لا باتفاق الجوار ما بين المغرب، ولا بأي صداقة، ولا بأي دعم مغربي سابق من ناحية دعم الهجرة للإرهاب. هذه هي مناورة يعني دنيئة أعتبرها، لأن إسبانيا ما زالت تجيش الأحزاب ضد المغرب في أوروبا. مؤخرا خرجت كل الأحزاب السياسية بإعاز من الحكومة لدعم منتصري ناصري البوليزاريو والمنشقين الذين يعني زاروا يعني زالوا إسبانيا طولا وعرضا في ماراثون. وكانت هناك القيادات السياسية الإسبانية من بين الحزب الاشتراكي هناك يدعم الانفصاليين. آخر ما قامت به هذه الحكومة وهي أنها ما زالت تجيش الإعلام الإسباني ضد المغرب. واليوم أيضا أصدروا بلاغ أوكيدياريو أيضا كلمة وتصريحا يعني في القدح للدولة المغربية وبشتى وسائل التي أتيت لهم. إذن هناك إجماع لدى الإعلام الإسباني للتخندق مع الحكومة الفرنكشتانية المعادية للمغرب ضد المغرب ومصالحه الوطنية وسيادته وأراضيه. نعم، شكرا لك دكتور أسامة سعدون على هذه التوضيحات. وإلى فرنسا، حيث أفضت الجولة الأولى من انتخابات الجهات والمقاطعات التي جرت أطوارها أمس الأحد إلى ظهور سعداء وتعساء، لكن الرابح الأكبر كان هو معدل الامتناع عن التصويت. وعرف هذا الاقتراع المزدوج الذي يعد بمثابة اختبار لمجموعة التشكيلات السياسية في فرنسا على بعد عام من الاستحقاقات الرئاسية لسنة 2022 نسبة عزوف تاريخية لم يسبق تسجيلها برسم انتخابات وطنية في إطار الجمهورية الخامسة. وأظهرت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الإقليمية تقدم حزب الجمهوريون في غالبية الأقاليم على حساب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي توقعت استطلاعات الرأي أن يتصدر النتائج في العديد من المناطق، لكن نسبة الامتناع العالية حالت دون وقوع هذا السيناريو. واتهمت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف حكومة جون كاستيكس بعدم تخصيص مساحات إعلامية وترويجية كبيرة للمرشحين لكي يشرحوا برامجهم الانتخابية. وقالت لوبان إن الحكومة لم تسخر جميع الوسائل والإمكانيات من أجل إنجاح العملية الانتخابية، والدليل على ذلك هو العزوف الكبير الذي عرفته هذه الانتخابات في جولتها الأولى. ودعت مناصري حزبها الذين لم يشاركوا في الدورة الأولى إلى الذهاب إلى مراكز التصويت الأحد المقبل في حال أرادوا أن يتغير الوضع حسب تعبيرها. في الرياضة، أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا أمس الأحد على أن مشروع الدوري السوبر لكرة القدم المثير للجدل لا يزال على قيد الحياة رغم التنديد به على نطاق واسع باعتباره ينفصل عن الكرة الأوروبية. وقال لابورتا خلال لقاء جمع أعضاء النادي إن مشروع الدوري السوبر لكرة القدم لا يزال على قيد الحياة، مضيفا: لا ترغمون على الاعتذار عن التفكير في مسابقة أو تنظيمها أو عن رغبتنا في أن نكون أسياد مصيرنا في عالم كرة القدم. ورغم معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا والجماهير والأندية المنافسة، أصر لابورتا على أن الدوري السوبر سيعني الاستدامة المالية للأندية ويجعل المنافسة أكثر جاذبية. في أخبار كرة القدم كعادتنا مشاهدينا، نصل وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري من كاب 24 تي في. شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. دائما تذكروا، لمزيد من أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني كاب 24 تي في. بداية أسبوع موفقة، إلى اللقاء.
الانتخابات الجاية اللي غتنظم في بلادنا موعد مهم وبزاف، انتخابات اللي غنختاروا فيها الناس اللي غيمثلونا في الجهات واللي غيمثلونا في الجامعات والناس اللي غيمثلونا في مجلس النواب. وباش ما تضيعش منا فرصة المشاركة ونمارسوا حقنا في اختيار الناس اللي غيمثلونا، لازم نكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية. لهذا خصنا نتأكدوا من التسجيل ديالنا. يكفي أننا نرسلوا رقم البطاقة الوطنية للتعريف عبر رسالة قصيرة SMS للرقم المجاني 2727 أو عبر الموقع www.listelectoral.ma. نمشيو للخانة خدمات إلكترونية، نكليكيو على تأكدوا من تسجيلكم في اللوائح الانتخابية ونتبعوا المراحل اللي كتظهر على الشاشة. وإلا ما كناش مسجلين نتسجلوا. فين يمكن الواحد يتسجل؟ تيمكن لكل واحد يتسجل وبلا ما يتنقل. كيفاش؟ عبر الانترنت. كندخلوا للموقع www.listelectoral.ma، كنمشيو لخانه خدمات الكترونيه، كنكليكيو على طلب قيد جديد، وكنتبعوا المراحل اللي كتظهر على الشاشه. كنعمروا جميع المعلومات المطلوبه كالاسم العائلي والشخصي، رقم البطاقه الوطنيه، العنوان السكن، العنوان الالكتروني الميل، وكنفاليديو الطلب. في نهايه العمليه كيطلع لينا الوصل اللي كيأكد الطلب ديالنا. نردوا بالنا، نتأكدوا من جميع المعلومات وما نغلطوش في العنوان الالكتروني باش نقدروا نتبعوا الطلب ديالنا عبر الانترنت. وإلا ما كانش يمكن لينا نتسجلوا عبر الانترنت، نمشيو لاقرب مكتب ديال السلطه الاداريه المحليه باش نقدموا طلب التسجيل ديالنا. كنقدموا البطاقه الوطنيه ديالنا للمسؤول على المكتب وكنعمروا الطلب ديال التسجيل في اللوائح الانتخابيه. كنوقعوا الطلب ديالنا والمسؤول كيسلم لنا وصل فيه رقم ترتيبي مؤقت. ونردوا بالنا، لازم نحترموا قواعد الوقايه من فيروس كورونا. وما ننساوش عمليه التسجيل غتسالي نهار 1 يوليوز، ما نخليوش حتى لاخر لحظه، نتسجلوا من اليوم ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات اللي غتنظم في بلادنا واللي لاول مره غتجمع بين الانتخابات الجماعيه والجهويه والانتخابات الشرعيه. تسجيل في اللوائح الانتخابية هذه فرصتك باش غدا تعبر على صوتك.